إذن نقرأ فيما يدور في العالم. معنا من عمان السيد أحمد عزام، محلل أول أسواق المال في مجموعة إيكويتي. سيد أحمد، أهلا وسهلا بك معنا. لعلها المرة السابعة التي يسجل فيها مؤشر أسعار المستهلكين تباطؤ، يعني نتحدث كنا من 6.5 إلى 6.2. يعني هذه القراءة إلى أي مدى ستنعكس على الاحتياطي الفيدرالي وقراراته المرتقبة، والتي من المفترض حسب هذه المعطيات أن تقل فيها وتيرة التشدد رغم ارتفاع أصوات بعض المستثمرين وأعضاء الفيدرالي بمزيد من الرفع حتى في ظل هذا التباطؤ في هذا المؤشر الحيوي والهام للفيدرالي الأمريكي؟ صباح الخير الطيب والسالي. نعم، المستثمرين ينتظرون أرقام التضخم اليوم، كما هو الفيدرالي ينتظر أرقام التضخم نظرا لأهمية المؤشر مع تقرير الوظائف لتحديد حدة وتيرة رفع أسعار الفائدة، أو حتى بما أنه وصلنا إلى نهاية دورة تجديد السياسة النقدية لمعرفة الفائدة النهائية أو سعر الفائدة النهائية. بكل تأكيد اليوم متوقع أن يتباطأ رقم مؤشر أسعار المستهلكين المؤشر الرئيسي من 6.5% إلى 6.2%. استمرارية عملية تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين من الذروة من 9.1% أعطت الفيدرالي الأمريكي بعض الارتياح، بعض الوقت لمتابعة تأثير تجديد السياسة النقدية، بل الأصوات قد علت في الفترة الأخيرة أن تجديد السياسة النقدية يمشي في الطريق الصحيح. لكن بالنظر إلى المؤشر الآخر، مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي والذي يستثني الغذاء والطاقة، لا يزال مرتفع بعيد عن مستهدفات الفيدرالي الأمريكي. متوقع أن يسجل بعض الانخفاضات إلى 5.5%. لا يزال مستوى مرتفع، لا يزال بعيد عن مستهدفات الفيدرالي الأمريكي، فبالتالي هناك بعض الأصوات، بعض المخاوف أن التضخم مستورد، التضخم راسخ، قد يحتاج إلى بعض الوقت مع الإبقاء على سياسة رفع أسعار الفائدة أو إبقاء رفع أسعار الفائدة أو حتى الإبقاء على سعر الفائدة المرتفع لفترة زمنية طويلة. هذا ما قد سمعناه في الفترة الأخيرة أو في الأسبوع الماضي من نبرة الأعضاء الفيدراليين أو الصقوريين في الفترة الأخيرة، وكنت قد أشرت الطيب الأسبوع الماضي وكأن مع مجلس الفيدرالي الأمريكي بأن النبرة لا تزال صقورية. فأعضاء الفيدرالي الأمريكي جميعهم بدون استثناء قد أعطوا إشارات على إبقاء رفع أسعار الفائدة لفترة زمنية قد تكون أطول، وأن التضخم ممكن أن يكون مرتفع لفترة زمنية طويلة، حتى أن هناك أصوات من المستثمرين قد تتوقع لعملية رفع أسعار الفائدة إلى 6%. فبالتالي أرقام التضخم اليوم مهمة جدا متابعتها، فاستقرارها عند أرقام تباطؤ قد تعطي بعض الارتياح للأسواق بأن 25 نقطة أساس و 25 نقطة أساس قد تكون هي الأخيرة. لكن بالنظر أن لدينا أيضا رقم تضخم في الفترة القادمة قبل قرار الفيدرالي الأخير، لكن لو جاءت الأرقام بشكل أعلى من المتوقع فهنا قد تكون هناك صدمة في الأسواق، قد تسعر لإمكانية رفع أسعار فائدة أو حتى تفقد الثقة مع ابن الفيدرالي الأمريكي، وتسعر إمكانية رفع أسعار فائدة قد تكون أكبر في الفترة القادمة. ليس حدة وتيرة رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم، لكن سعر الفائدة النهائي ككل. نعم. قائد، أنا أحمد سأنتظر طبعا الاحتياطي الفيدرالي إذا استشارني في هذا الأمر حتى أفصح بما لدي. نعم أحمد، يعني كمان عم نشهد بعض التصريحات من رئيسة صندوق النقد الدولي على أنه الأسواق لربما قد تكون هناك لها مبررات بالتفاؤل خلال هذا العام، بداية من أن الاقتصاد الأمريكي استطاع أن يتجنب الركود، وبالتالي صرحت بأنه تجديد السياسة النقدية قد نشهدها خلال هذا العام، لكن العام المقبل قد لا يكون هناك تجديد في السياسة النقدية. برأيك هذه التصريحات كيف ستكون لها انعكاسات، خاصة من بعد بيانات التضخم التي ستصدر اليوم، وأيضا شهدنا خلال الأسبوع الماضي تحركات على المؤشرات الأمريكية، وكيف سجل ناسداك أسوأ أداء أسبوعي تقريبا خلال هذا العام؟ ممكن أن تكون التوقعات بأن الركود ليس بالعمق الذي كانت تتوقعه، أي نظرة للتشاؤمية السابقة قد خفتت بعض الشيء نظرا للأرقام الاقتصادية الجيدة، تقرير وظائف جيد، ثقة المستهلك تعتبر جيدة في الفترة التي يتباطأ فيها التضخم، فككل كأرقام اقتصادية أعطت بعض الارتياح. لكن لو نظرنا إلى النظرة الفنية، عوائد السندات، فلا تزال عوائد السندات بين سنتين إلى 10 سنوات تسجل تباعد، الانفيرجن أو الانقلاب لا يزال
يستمر، فبالتأكيد هناك بعض المخاوف على أن الأسعار الفوائد قد تكون آنية أكثر من أنها طويلة الأجل. هنا قروض الرهون العقارية تسجل ارتفاعات في الفترة الأخيرة نظرا لأن الفوائد على المدى الطويل تسجل انخفاضات، فبالتالي جيروم باول في تصريحه الأخير أو في المؤتمر الأخير كان قد أكد بأن أرقام التضخم مهم متابعتها باستثناء المساكن، لأن أسعار المساكن تستمر بالارتفاعات بالرغم من أن الطلب عليها مرتفع في الفترة الأخيرة، فهذا قد يعطي بعض الشيء بعض الدلالة على أن المستثمرين قد يفقدون الثقة بالمدى الطويل لاستمرارية عملية رفع أسعار الفوائد أو حتى الإبقاء على عملية رفع أسعار الفوائد لفترة زمنية طويلة. هذا ما قد انعكس على الناسداك والذي هو يعتبر حتى المؤشر الأكثر حساسية في عملية رفع أسعار الفوائد، وكنا قد شاهدنا في عام 2022 عمليات انخفاضاته بالنسبة مقارنة بالمؤشرات الأخرى، فبالتالي نظرة على الناسداك ممكن أن تكون بناء على عمليات رفع أسعار الفوائد في الفترة القادمة وتحركاته مرهونة بتوقعات الفيدرالي الأمريكي في الشهر القادم. جيد أحمد، يعني رشحت الحكومة اليابانية محافظ البنك الجديد كازو أويدا، يعني أتمنى أن أكون نطقته كما ينطقه اليابانيون. الأسواق تفاءلت بأن هذا الرجل ربما سيغير في السياسة النقدية في اليابان رغم تصريحاته بأنه سيبقي على ذلك. سؤالي، إلى أي مدى يستمر الين في التراجع أمام الدولار قياسا على تحركات الفيدرالي الأمريكي؟ نعم، بنك اليابان يغير أو يعدل السياسة النقدية في الوقت الذي لا تتوقع الأسواق، بينما يبقي على السياسة النقدية في الوقت الذي تتوقعه الأسواق. لكن هذه المرة مع كازو أويدا على ما أعتقد أن الأمور قد تكون مختلفة بعض الشيء. كازو أويدا هو يعتبر أحد الأعضاء في السياسة النقدية أو أحد الأعضاء في مجلس بنك اليابان، كان له نبرة أقل حمائمية من الأعضاء الآخرين، فبالتالي ممكن أن يكون توجهاته بتغيير أو تعديل حتى تعديل رفع تعديل عمليات السياسة النقدية، أقصد هنا العمليات شراء السندات نظرا لأن بنك اليابان يعتبر البنك الأكبر بين البنوك الكبرى في عمليات شراء السندات، فبالتالي ممكن أن يتجه بطريقة أو بأخرى لعمليات تغيير أو تعديل السياسة النقدية في الفترة القادمة. أمامية الذي كان هو مرشح لكنه قد رفض اعتلاء كحاكم بنك اليابان كان قد توجه في الفترة الماضية نبرة حمائمية، لكن مع كازو أوميدا على ما أعتقد أن الأمور قد تكون مختلفة بعض الشيء، فتعديل السياسة النقدية وارد، تداولات الدولار مقابل الين بين 130 إلى 135 واردة جدا في الفترة القادمة. شكرا جزيلا لك أحمد عزام محلل أول أسواق المال في مجموعة إكويتي، كنت معنا من عمان.